اخيرا مع خبر بعيد عن المونديال لكنه يظل هو الابرز هذا اليوم، نادي ريال مدريد الاسباني يعلن انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميا الى اليوفي بطل الدوري الايطالي. المكتب الصحفي للفريق الملكي قال ان قرار الانتقال جاء بناء على طلب من رونالدو البالغ 33 سنه، وكريستيانو انضم لصفوف ريال مدريد في 2009 قادما من مانشستر يونايتد الانجليزي في اغلى صفقه في تاريخ كره القدم، ودافع النجم البرتغالي عن الوان الفريق الملكي في 138 ماتش وسجل خلالهم 450 هدف. الالقاب بقى اللي حققها رونالدو بطل الدوري الاسباني مرتين، كاس الملك، كاس السوبر الاسباني، اربع مرات دوري ابطال اوروبا منهم ثلاثه متواليه، مرتين كاس السوبر اوروبي، بطوله كاس العالم للانديه، وايضا خمس كرات ذهبيه. الارقام كتيره جدا، والارقام التاريخ هيتوقف عندها لانه اللي عمله رونالدو مش سهل جدا يتكرر، لانه ارقام قياسيه جديده.